إنهم يضعون اللمسات الأخيرة ويتدربون للعرض. عازف الكلارينيت كينان العظمة والرسام كيفورك مراد سيشاركان في أمسية خيرية لدعم اللاجئين السوريين. الفنانان السوريان يعيشان حاليا في نيويورك وهما معروفان على مستوى العالم. يريد كينان العظمة أن يستغل سمعته العالمية كموسيقي وعازف في مساعدة اللاجئين في بلاده. هاي الحفلات هي أكيد جزء منها جمع تبرعات، بس جزء منها كمان للفت انظار العالم لشو عم بصير، لأن العالم بعد فترة بيصيروا بنسوا وبتناسوا، وما في ناس حتى بتمل كمان. ضروري الواحد يضل عم بيحفز العالم إنه يا جماعة هذا لساته عم بصير. مقر مؤسسة هاينريش بيل في برلين. هذه هي المحطة الأولى لأربع أمسيات في مدن ألمانية مختلفة نسقتها جمعية ياسمين. الأمسية تهدف لجمع التبرعات، فجمعية ياسمين الخيرية تريد هي الأخرى أن تساهم في التخفيف من الوضع المأساوي للاجئين السوريين وخصوصا الأطفال منهم. فبدنا نحاول نرجع نخلي الأولاد يحسوا أنه في مستقبل ممكن، في مين عم بيساعدهم، في مين عم بيوفر لهم أكل لبس. الصغار كتير محتاجين حليب أحفاضات، يعني منبلش من الأساسيات الكتير بسيطة بس مو موجودة. اسم هذا العرض السمعي البصري Home Within، الوطن داخلا، وريع الأمسية يمثل مشاركة ولو بسيطة في تضميد الجرح السوري النازف.